موقف الدين من نظرية التطور. قد واحد يجي يقول شلون أنتم تقولون بأن العلم لا يتعارض مع الدين والحال أن عندنا مصداق واضح وقضية جلية على أن الدين والعلم يتعارضان؟ شنو هذه القضية؟ هي القضية التي الآن عليها الأبحاث والدراسات العلمية التجريبية الطبيعية، بل هي المحور للعلوم المعاصرة، وهي نظرية داروينية، نظرية التطور، أو ما يعبر عنها بنظرية النشوء والارتقاء. بعضهم يقول هذه النظرية، نظرية النشوء والارتقاء، معارضة للدين. شلون معارضة للدين؟ احنا اولا يحتاج نبين ما هي نظرية النشوء والارتقاء، ثم نبين كيف انها معارضة للدين بحسب زعم هؤلاء، ثم سنبين بأنها في الحقيقة لا تتعارض مع الدين. خلي بالك معي، نظرية النشوء والارتقاء تتكون من شقين: نشوء، ارتقاء. ما هو المقصود بهما؟ النشوء يعني أن سلالة الكائنات الحية ترجع إلى خلية واحدة، وهي المعبر عنها بالخلية الحية، وأن جميع الكائنات قد نشأت عن هذه الخلية. هذا نشوء. ارتقاء يعني أن سلالة الكائنات تطورت من الأدنى إلى الأرقى. الإنسان مثلا على رأي بعضهم كان يرجع إلى الشمبانزي، تطور ترقى إلى أن صار الإنسان، وهكذا بقية الكائنات. هذا ما يعبر عنه ارتقاء، يعبر عنه تطور. إذن هذه النظرية تتكون من شقين: النشوء والارتقاء. زين، شلون هذه النظرية تتعارض مع الدين؟ يقول لك هذه النظرية بشقيها تتعارض مع الدين، وهذه النظرية الآن هي محور العلم، وهذا يثبت أن العلم والدين يتعارضا. أما بشقها الأول وهو النشوء، لأن هذه النظرية تثبت بأن جميع الكائنات ترجع إلى الخلية الحية. إذن منشأ الكائنات، منشأ الكون، الخلية الحية، بينما الدين يقول بأن منشأ الكون هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فحصل التعارض بين الدين والعلم في هذا الشق. الشق الثاني، الدين يقول الإنسان مو كائن متطور، الإنسان مخلوق بالاستقلال بالمباشرة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لكن نظرية الارتقاء تقول الإنسان ليس مخلوق بالمباشرة، وإنما هو متطور ومترقي عن كائنات سبقته. إذن أيضا في شق الارتقاء النظرية تتعارض مع الدين. فهل نظرية النشوء والارتقاء كما يقول هؤلاء تتعارض مع الدين أو لا؟ شوفوا إخواني، أولا
نظرية التطور، نظرية داروين، نظرية النشو، ما شئت أن تعبر عبر، هذه نظرية علمية أو أنها حقيقة علمية؟ طبعا هناك بعض مشاهير الإلحاد وبعض قيادي الإلحاد، قادة الإلحاد مثل ريتشارد دوكينز، يصر على أن نظرية التطور حقيقة علمية، يقول هذه حقيقة علمية. طبعا بعضهم يجي يقول هذا لأسباب أيديولوجية وليس لأسباب علمية، لأنه يريد أن ينشر راية الإلحاد، لذلك يصر على أن نظرية النشو والارتقاء حقيقة علمية. وإلا الجامعة العالمية أو بل الجهة العلمية المعروفة ديسكفري أنشأت موقعا عام 2001 على الإنترنت. هذا الموقع خلال 5 سنوات ضمنته آراء 700 عالم من مختلف أساتذة جامعات العالم، كلهم يطعنون في نظرية التطور، مما يعني أن نظرية التطور ماذا؟ ليست حقيقة علمية، بل هي مجرد نظرية، هناك من يقبلها هناك من يرفضها. أنا هنا طبعا مو شغلي أقول هي نظرية أو أنها حقيقة، هذا شغل الأهل الاختصاص، ولكن بحسب المعطيات أتحدث، بحسب المعطيات هي مجرد نظرية ولم ترتقي إلى مستوى الحقيقة العلمية. طيب نغض الطرف عن ذلك، نقول هي حقيقة علمية، هل تتعارض مع الدين؟ كلا. ليش؟ خلينا نجي إلى شقيها، شق الأول، شق الثاني، ثم أرجع للأول. شق الثاني شق الارتقاء، أن الكائنات الحية ترقت من الأدنى إلى الأعلى إلى أن صارت على ما هي عليه، والإنسان ممن شمله هذا القانون ترقى من الأدنى إلى الأعلى تطور، بينما القرآن يصرح بأنه مخلوق من طين. هذا محلول من غير أي مشكلة. شلون؟ شوف احنا من القرآن جاي يتحدث، القرآن جاي يتحدث عن الإنسان الموجود الآن الذي يرجع إلى آدم أبي البشر عليه السلام. هذا الإنسان هو المخلوق من سلالة من طين، لكن العالم مو محصور بهذا الإنسان. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن قبل آدمكم هذا 1000000 آدم، وإن آدمكم آخر الآدميين. إحنا آدمنا آخر الآدميين، هذا هو المخلوق من طين. وأما من قبله من الآدميين، سيمكن تطبق عليهم نظرية الارتقاء إذا كانت حقيقة علمية، أمكنك أن تطبقها على أولئك، سيما وأن عمر آدمنا هذا لا يتناسب مع عمر الكون الذي تفترضه نظرية الارتقاء، فلا بد أن تحمل على آدم آخر، فلا تنافي في هذا الشق بين العلم والدين. نجي للشق الأول وهو المهم. نظرية النشوء تقول أن الخلية الحية منها نشأت الحياة. الدين يقول الله تعالى هو الصانع هو الخالق.
أيضا لا تعارض بينهم، لأننا نسأل أصحاب نظرية النشوء أن الخلية الحية سلمنا معكم منها نشأت الحياة، لكن من الذي أوجد الخلية الحية؟ من الذي صنعها؟ من الذي كونها؟ نقول هو الله سبحانه وتعالى. إذا رجع كل الكون إلى صانع. لذلك بعضهم حاول يطرح نظرية النشوء طرح آخر، مو هذا الطرح، طرح أدق، طرح أعمق. شنو قال؟ قال بأن الخلية الحية نشأت من اللاحياء، انبثقت عن اللاحياء. شلون انبثقت عن اللاحياء؟ من خلال التوالد الذاتي بحسب تعبيرهم، من خلال التكوين التلقائي، من خلال الطفرات الجينية العشوائية تكونت الخلية الحية وانبثقت من اللاحياء. وهذا يتنافى مع الدين. شلون يتنافى مع الدين؟ لأن الدين من يجي يستدل على وجود الصانع، يستدل على وجود الصانع ببرهان النظم، يقول هذا النظم الدقيق الذي يحكم الكون ينبئ عن وجود ماذا؟ منظم. إحنا إذا أثبتنا بأن هذا النظم إنما هو وليد الطفرات الجينية العشوائية، تكونت الحياة من هذه الطفرات الجينية العشوائية، إذن لا يحتاج النظم إلى وجود منظم، لا يثبت وجود الخالق. من يطرح النظرية بهذا الطرح، شنو الجواب؟ خلي بذهنك معي جيدا. احنا نقول انتو لما تقولوا الحياة انبثقت عن اللاحياء، احنا فقط نسألكم سؤال واحد، هذه الحياة هل هي واجبة، واجبة الوجود، أم هي ممكنة الوجود؟ أنتم بينكم عندكم خيارين، لو تقولوا واجبة الوجود، واجبة الوجود يعني ماذا؟ يعني لا يمكن أن يطرأ عليها العدم، واجبة الوجود لم يسبقها عدم ولم يطرأ عليها ماذا؟ ولا يطرأ عليها عدم. لو تقولوا ممكنة الوجود، ممكنة الوجود يعني شنو؟ مسبوقة بعدم، يمكن أن يطرأ عليها ماذا؟ عدم. تعدكم واحد من خياري. فإن قلتم بأنها واجبة الوجود إذن هي غير مسبوقة بعدم، فكيف انبثقت من اللاحية؟ الفرض أنها ماذا؟ واجبة الوجود، إذن هي غير مسبوقة بعدم، فكيف انبثقت عن اللاحية؟ وإذا تقولوا شنو؟ ممكنة الوجود، ممكنة الوجود يعني مسبوقة بعدم، إذا كانت مسبوقة بعدم يعني تحتاج إلى ما يوجدها، إلى من يوجدها. زين هي خلية حية لو هي لا حياة، كلامكم أنها ماذا؟ حياة، فلا بد أن يكون موجدها واجدا للحياة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يمكن أن تنبثق الحياة من الله حياة. إذن هذه نظرية النشوء تطور لا تتنافى مع العلم، مع الدين، ولا تتصادم مع وجود الله سبحانه وتعالى. نقول ما يخالف، هناك خلية حية، هذه الخلية الحية كانت هي المنشأ للكون، ولكن لها صانع، له حياة، وهو الله سبحانه وتعالى.
فلا تنافي بين الدين والعلم. العلم يفتحك على نوافذ من المعرفة، والدين يفتح عينيك على نوافذ أخرى.